نهار اسود منير، يا نهار اسود، بنتك هتلبسني العار على اخر الزمن يا صباح، هتلبسني العار، مش هقدر ارفع راسي وسط الناس. لكن ارجع واقول انا الغلطان، ايوه انا الغلطان، كنت فاهم انك عارفه ايه اللي بيدور في بيتك وبناتك تحت طوعك. الله يسامحك يا عبد ربه، بعد كل السنين دي، بعد العشره، بعد ربيتي لبناتك وبشتغل معاك، اطلع في الاخر ما عرفتش اربي. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا صباح؟ ازاي البنت ما تعمل لناش حساب بالشكل ده؟ كان فكري انها بتهدد بتهلفط، ما كانتش هتعمل كده. منك لله يا بنت بطني، منك لله يا سميحه. في بنت متربيه تهدد امها انها تطفش. ما كمان بالصغيره وكانت فاتحه بيت يا اخويا. الله، كنت عايز نعمل ايه؟ اربطها في رجل الكنبه؟ تربطيها وتضربيها بالجزمه كمان. ما هي لو كانت متربيه ما كانتش اتطلقت من جوزها. جوزها اللي ما كانش طايقها ورجعها بعد 3 اشهر. لو مش قادر يا صباح قولي وانا اتصرف، انما تنامي على ودانك وبنتك تلم هدومها وتدفش. انت ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا اخويا بس اصبر. اعمل فيك ايه؟ خسرت العشره، خسرت العشره. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا بابا؟ وايه اللي بتعملوه ده؟ هو ده وقته؟ احنا لازم نفكر صح. انا كلمت واحده صاحبتي شغاله في شركه موبايلات كبيره، قلت لها تجيب لي اخر ارقام سميحه كلمتها، وهي قالت لي هتكلم حد مهم في الشركه. فاهدوا كده ان شاء الله يجيبوا الارقام ومنها نعرف هي فين. اهدوا اهدى يا بابا. ماشي. اهدى يا حبيبي، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. نلاقيها بس، ها نلاقيها. استني، صاحبتي بعتت لي اخر رقم سميحه كلمته 4 مرات. شوفي، استني اشوف. رباح ابو الدهب. رباح، يا بنت اللعيبة صباح، رباح ابو الدهب. طب ولا مؤاخذة يعني، ست سميحة مالها ومال رباح؟ هو اخر واحد كلمها امبارح في التليفون عشان خاطر انها هرب. حاول تتصرف، ابوها ما يعرفش، لو خد خبر هيتبعها وتبقى نصيبة. ما تشيليش هم يا ست صباح، وكل اللي دار ما بيننا هيفضل سر ما بيني وما بينك. انا هتصرف باذن الله هوصل لها. طب عشان خاطري لو عرفت حاجه ابقى كلمني في التليفون، اعتبر اختك. الشنطه دي تهويل على عيني. طب ازاي سميحه ورباح الاعور؟ الله، عرب مين يا حبيبتي؟ تعالى انت كده بقى. انا يا حبيبي